نفتح المجال للأسئلة. أستاذة إيمان عارف، جرية الأهرام، اتفضلي. السؤال موجه لمعالي الوزير الدكتور بدر عبد العاطي. في إطار الاهتمام الرئاسي بتدعيم العلاقات مع إفريقيا، ما هي الخطوات التي اتخذتها مصر للمساهمة في دفع جهود التنمية مع دول القارة بشكل عام والكاميرون بشكل خاص؟ شكرا. شكرا جزيلا على هذا السؤال. بالفعل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وتحت توجيه واضح من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هناك آليات تم استحداثها في الفترة الأخيرة لمزيد من تطوير العلاقات مع أشقائنا في القارة الإفريقية بشكل عام ومع أيضا الكاميرون الشقيقة. هناك أولوية يتم إعطائها من جانب الدولة والحكومة المصرية لمزيد من تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيقة، سواء في المجالات التنموية أو مجالات مكافحة الإرهاب أو مكافحة الهجرة غير الشرعية أو مجالات الاستثمار وأيضا نقل الخبرات وبناء القدرات ومجالات التدريب. إذا تحدثت عن الآليات الجديدة المستحدثة، فأشير إلى ثلاث تطورات هامة على صعيد مزيد من تطوير العلاقات مع القارة الإفريقية. أولا، بطبيعة الحال تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الخاص بإنشاء آلية لضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا، وهذه الآلية شديدة الأهمية لأنها ستمكن من تقديم الدعم والضمانات للقطاع الخاص المصري، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتوسيع نطاق أعمالهم وصادراتهم إلى القارة الإفريقية، وأيضا توسيع نطاق استثماراتهم في مختلف القطاعات في القارة الإفريقية. هذه الآلية هامة للغاية، لأنه إذا كان هناك صغار للمستثمرين أو للمصدرين يخشون من المخاطر السياسية، فإن هذه الآلية تقدم الضمان لهم لتخطيط أي استثمارات لهم أو قيم للصادرات ضد المخاطر السياسية. وبالتالي هذه الآلية سيكون لها دور هام جدا في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وأشقائها في أفريقيا ومن بينها الكاميرون أيضا. الآلية الثانية، وهي آلية شديدة الأهمية، إذا كنا نتكلم على ضمانات الصادرات والاستثمارات برأس مال يصل إلى 600 مليون دولار من مضمونة من الحكومة المصرية ومن البنك المركزي المصري ومن وزارة المالية المصرية، فهناك أيضا آلية تمويلية أخرى لا تقل أهمية عنها، وهي برأس مال حوالي 100 مليون دولار من الموازنة المصرية لتمويل تنفيذ مشروعات تنموية بما في ذلك مشروعات مائية، وأكرر مشروعات مائية في دول الحوض الجنوبي لنهر النيل. وهذا يعكس حرص مصر الكامل على المساهمة في دعم عملية التنمية بما في ذلك إقامة السدود في دول الحوض الجنوبي، طالما أنها لا تسبب ضرراً لمصر وبالتأكيد تتسق مع مبادئ القانون الدولي. لقد كنت مؤخراً في زيارة شديدة الأهمية إلى العاصمة الأوغندية كامبالا، وتشرفت بمقابلة الرئيس يوري موسيفيني وأحطه علماً بهذه الآلية، وإن شاء الله ستكون بداية لتعزيز التواجد المصري في دول الحوض الجنوبي. مشكلتنا الوحيدة هي فقط في الحوض الهضبة الإثيوبية، نظرا لوجود إجراءات أحادية تسبب ضررا للجانب المصري ولا تتسق بطبيعة الحال مع قواعد القانون الدولي ولا تحترم مبادئ القانون الدولي ولا حقوق مصر المائية. هناك أيضا الخبر السار الثالث، هو أن الحكومة المصرية
والسيد الدكتور مصطفى مدبولي قد وافق ووافقت الحكومة المصرية على مضاعفة التمويل المتاح من جانب الخزانة المصرية إلى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وهي الأداة التنموية لوزارة الخارجية وللدولة المصرية في القارة الإفريقية. ومعالي أخي العزيز وزير الخارجية أشار إلى الدور الوكالة المصرية في تقديم المساعدات وبناء القدرات والتدريب لدولة الكاميرون الشقيقة ولأكثر من 50 دولة إفريقية. نحن حرصا منا على إيلاء الأولوية الكاملة للتعاون مع أشقائنا في القارة الإفريقية. تم كما ذكرت مضاعفة التمويل المتاح بالعملة الصعبة من الخزانة المصرية، وهذا ليس بكثير وليس يعني بمستغرب عن مصر، لأن لدينا مسؤولية ومسؤولية واضحة في دعم عملية التنمية في القارة الإفريقية في إطار التشارك في إطار التضامن الإفريقي، لأننا كلنا في القارة الإفريقية علينا مسؤولية تشاركية لدعم بعضنا البعض وأيضا نقل الخبرات ونقل التدريب في مختلف المجالات. إذا كانت هناك دولة لديها خبرات كما في الحالة المصرية فعليها مسؤولية كبيرة في نقل هذه الخبرات إلى أشقائها الأفارقة في إطار الانتماء الإفريقي الذي نفخر به ونعتز به في مصر، وأيضا في إطار المسؤولية التضامنية. شكرا سيد الوزير. أستاذ شريف عبد الحميد جريدة الجمهورية تفضل. سؤالي لوزير خارجية الكاميرون حول يعني التعاون بين مصر والكاميرون في القطاع الطبي وإمكانية زيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة القادمة بين البلدين. شكرا جزيلا. هذا هو سؤال جيد جدا. فالمجال الطبي له أهمية، فبلادكم قد أرسلت إلى وزيرنا تقريبا اتفاقيات وفقا لصالح كل البلد من البلدين. إذن هذا ملف تحدثت مع الوزير وأرسلناه إلى وزير الصحة لدينا، فالوضع موضع التنفيذ في هذا التنسيق. فيما يخص النقطة الثانية فيما يخص التعاون الاقتصادي وما إلى ذلك، لقد قررنا أن يتم عقد منتدى اقتصادي وفي إطار التوافق السياسي، فاتفقنا أن يتواجد المستثمرين الكاميرونيين أو المصريين يجتمعوا سويا، فبهدف أن يكون لدينا جدول أعمال. فمن الممكن أن نرسل هذا المنتدى لكي نسمح للطرفين بأن يكون لديهم الميزة والأولوية لأن يتقابلوا في هذا الإطار. فأديكم أعطي لحضرتكم مثال في الحالة مثل فمصر موجودة في الكاميرون، ف الاستثمار في الكاميرون يوجد حوالي 15 مليون من الدولار في الحالة الاقتصادية مصر أحضرت بها إلى الكاميرون. نأمل أن هذا الأمر يستمر ويدوم لما يسمح لمصر أن نستطيع أيضا أن تستورد مصر المنتجات الكاميرونية المعروفة عالميا كما نقول أنها مطلوبة عالميا، ونعتقد أن هذا الأمر سوف يتم مع المؤسسة الطيران الكبيرة الموجودة لديكم لتسهل عملية التبادل التجاري وهذه الآلية. أريد أيضا أن أؤكد أو أشير وكما قلت منذ قليل أننا يجب نتفق مع مصر لكي نرى ماذا يمكن أن نتناوله سويا في آليات العمل والتبادل على مستوى
الافتكاري وفي اطار الاتحاد الافريقي، وهذا امر هام جدا، لانه لأن الأمور التي تخرج إلى خارج أفريقيا التي تتوجه إلى أوروبا ولا آسيا، ولكن الأولوية أن تتوجه إلى داخل أفريقيا. منذ عام 1990 نريد أن ننمي التبادل التجاري داخل أفريقيا فيما بين أفريقيا وليس الخارج، وهذا أيضا يحافظ على ثرواتنا، وهذا للإجابة والرد على سؤالكم للتبادل في هذا المجال. شكرا. السؤال اللي بعده، أستاذ محمد نشأت روسيا اليوم، تفضل. سؤالي موجه لدكتور. الأونة الأخيرة. سؤالي موجه للدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجيه المصري. سيد الوزير، بتبذل القاهره جهود حثيثه واتصالات مكثفه خلال الاونه الاخيره للوصول الى تهدئه، هل من الممكن ان تطلعنا سيادتكم عن تقييمكم لهذه الاتصالات التي اجريتموها للوصول الى تهدئه، وهل ما زالت هوه الخلافات متسعه بين متطلبات وعراقيل إسرائيل للوصول إلى صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، خاصة بعد جولة عقدت خلال الآونة الأخيرة؟ شكرا. شكرا جزيلا. بطبيعة الحال الجهود المصرية لم ولن تتوقف من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين في قطاع غزة. أيضا نتعاون مع قطر الشقيقة ومع الولايات المتحدة لمحاولة التوصل إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار وأيضا إطلاق سراح الرهائن. المشكلة تكمن في، كما ذكرت مرارا وتكرارا، في غياب الإرادة السياسية لدى الطرف الإسرائيلي. ليس هناك إرادة سياسية، ليس هناك جدية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. قدمنا العديد من الأفكار والمقترحات المقبولة، ولكن دائما ما تجد أو تفشل على صخرة الرفض الإسرائيلي. فبالتالي لن نتوقف عن جهودنا للعمل على يعني حقن دماء الأبرياء من النساء والأطفال وأبناء الشعب الفلسطيني. الجهود سوف تستمر بالتأكيد، ولكن كما ذكرت لا توجد إرادة سياسية لدى الطرف الآخر، الطرف الإسرائيلي، ورغم ذلك سوف تتواصل جهودنا. كما تعلم القاهرة استضافت جولتين مؤخرا للحوار بين الفصيلين الفلسطينيين، والجهود مستمرة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي والتي ستتشكل من مهنيين من سكان القطاع وليس لهم أي انتماءات أو ارتباطات فصائلية أو سياسية، وبحيث يعملون تحت إمرة وسيطرة الحكومة والسلطة الوطنية الفلسطينية، ويصدر المرسوم بشأنهم من الرئيس محمود عباس لتأكيد السلطة الفلسطينية الشرعية وولاياتها، وتأكيد أيضا الارتباط الوثيق بين الضفة الغربية وقطاع غزة ووحدة الأراضي الفلسطينية. الجهد سوف يستمر ولن يتوقف إطلاقا، ولكن كما ذكرت نريد شرطين: الشرط الأول توفر الإرادة السياسية، والشرط الثاني أن يكون هناك جدية من المجتمع الدولي المتقاعس الذي لا يقوم بدوره ولا يقوم بمسؤولياته، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي. نرى يوميا انتهاكات سافرة من الجانب الإسرائيلي لأبسط مبادئ القانون الدولي، ولا أحد يحرك ساكنا. هذا أمر لا يمكن السكوت عليه. وأخيرها بالتأكيد هذه القرارات غير الشرعية
من جانب الحكومة الإسرائيلية، من جانب الكنيسة الإسرائيلي فيما يتعلق بالأونروا وعمل الأونروا. الأونروا وكالة أممية صدر قرار إنشائها من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة وبإرادة من المجتمع الدولي، ولا تملك أي دولة أيا كانت منفردة أن تعرقل عمل هذه الوكالة الهامة السامية التي تقدم الدعم لكافة اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي الأردن وفي سوريا وفي لبنان أيضا. وبالتالي نكرر مرة أخرى أنه لا بديل عن الأونروا، لا بديل عن الأونروا، وأيضا الحفاظ على حق العودة المكفول أو حق التعويض المكفول دوليا للاجئين الفلسطينيين، وهذه أمور غير قابلة للتصرف. شكرا. سؤال أخير، أستاذة سوزي الكنيدي الأهرام العربي، تفضلي. سؤالي لمعالي وزير الكاميرون حول رؤية الكاميرون لموضوع السد الإثيوبي وأهمية حصول مصر على حصتها من مياه النيل. شكرا. السد الموجود على نهر النيل، السد الموجود على النهر، لا أستطيع أن أتحدث في هذا الموقف إلا في خلال المناقشات حول هذا الأمر على مستوى الأمم المتحدة والحلول التي وجدوها وتم عرضها على الدول لتنفيذها. فهذا ليس موقفي الفردي هنا لأوضع حر لهذه المشكلة، فالكاميرون تشارك في الاتفاقيات التي تجرى داخل إطار الأمم المتحدة. إذا سمحت لي معالي الوزير، أريد أن أضيف كلمتين نقطتين. قد تحدثنا أيضا عن الرياضة، تكلمنا عن الاقتصاد والسياسة، ولكن أريد أن أتحدث عن الرياضة والمجال الرياضي. وهذا الرياضة مثل الدبلوماسية الرياضية مثلا، يوجد أيضا الدبلوماسية العسكرية، يوجد أيضا الدبلوماسية الثقافية، وإذا يوجد الدبلوماسية التقليدية للتواصل بيننا والتقرب بيننا. والسيد الوزير سيرى أنني قد طلبت أننا نفكر في تسهيل التسهيلات للاعبين في مجال الرياضة، وأنا أتحدث أساسا أن كل التقدير والموضوع الذي أحبه هو محمد صلاح اللاعب المصري، ومستوى عالي جدا، فهو بطل في إفريقيا بشكل عام، مصر وفي مصر على وجه الخصوص. وأيضا هذا التعبير الرياضي نستطيع أيضا أن نكون ونشكل شباب آخرين مثل محمد صلاح، كان مثل اللاعب سامين إيتو. كل هذا هو تبادل كبير جدا وعظيم للدبلوماسية الإفريقية. إذن يجب أن نعمل أيضا على هذا الأمر للأجيال القادمة، نستطيع أن نستمر في هذا الإطار ويكون هناك تواجد بين مشترك بيننا. هذا لابد أن يكون هناك تبادل رياضي. أريد أيضا أن أنهي معالي الوزير لكي أقول أن كاميرون
تأتي مثل لقد جئنا لنبقى هنا لديكم، وقلت أننا رأينا وسمعنا عن العاصمة الجديدة الإدارية الجديدة الموجودة وزرتها أمس. هذا المشروع الكبير الذي وصل إلى حوالي 70% كما ذكر لي المسؤولين هناك، وأريد أن أعبر لا أعرف ما الذي ينقطع، وإنما أتحدث عن تقديري، فإننا سوف نكون هناك في هذه العاصمة الجديدة، وقد تأثرنا جدا، وكان تم تحديد موقع لنا للدول الإفريقية، يوجد منطقة للسفارات الإفريقية والسادة السفراء وأيضا إقامتهم. لا أقول أن سفارتنا الموجودين هنا أنهم لابد أن يستعدوا لكي ينتقلوا إلى هذا المكان الدبلوماسي الجديد، ولذلك جئنا إلى مصر لنشكل جزء من هذا المجتمع. هذا ما أردت معالي الوزير أن أقوله لحضرتك. الرياضة أن مثل ما ذكرت محمد صلاح الذي أحبه كثيرا، وأيضا أردت الحديث عن العاصمة الإدارية الجديدة التي لابد أن أحيي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل احترام لإقامة هذه العاصمة الجديدة. شكرا جزيلا معالي الوزير والأخ العزيز. بالفعل نحن نعتز بزيارتك الأمس إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكما ذكرت لأشقائنا السفراء الأفارقة بأننا نقدم كافة التسهيلات الممكنة لتسهيل وسرعة انتقال سفاراتهم، بالإضافة إلى كافة السفارات الأجنبية. جميع السفارات الأجنبية ستنتقل بلا استثناء إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كلما كان ذلك أسرع، كلما كان هناك مكانا متميزا بالتأكيد في العاصمة الإدارية، ونحن نعتز بذلك ونحرص على نقل خبرتنا في إنشاء هذه المدينة العظيمة الذكية الخضراء إلى الكاميرون وإلى أشقائنا الأفارقة. أيضا الرياضة هي مجال مهم جدا لتوثيق العلاقات بين الشعوب، وبالتأكيد كلنا كمصريين وكأفارقة وكعرب نفخر باللاعب العظيم محمد صلاح، مثلما نحب ونفخر باللاعب العظيم روجي ميلا ونحن نعتز به. فيما يتعلق أيضا بموضوع السد الإثيوبي، كما ذكر معالي الوزير، هناك بالتأكيد نهر النيل هو نهر دولي، نهر دولي ينطبق عليه القانون الدولي، ولهذا السبب مصر ذهبت إلى الأمم المتحدة وذهبت إلى مجلس الأمن ليطلع بمسؤولياته، لأن استمرار هذه المشكلة بطبيعة الحال تهدد الأمن والسلم الدوليين. شكرا جزيلا.